Leaders. دكتور رفع طبيب، أنت أستاذ جامعي مختص في الأنثروبولوجيا السياسية وباحث في الشؤون الليبية. هل لك أن تسلط لنا الضوء على عدد من المسائل المتعلقة بالملف الليبي؟ والكل يعلم أن ما يجد حاليا في جارة ليبيا من أحداث ومن فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي يلقي بظلاله على الوضع التونسي من الناحية الأمنية. ورينا زادا كيف العملية الإرهابية اللي استهدفت حافلة تابعة للأمن الرئاسي مساء 24 نوفمبر الماضي، قرار الحكومة التونسية بعد اجتماع مجلس الأمن القومي على الحدود التونسية الليبية لمدة 15 يوم. أنت كباحث، ما هو تعليقك؟ هل جاء في وقته؟ هل جاء متأخر؟ شكرا. أول حاجة ساعة نحب فقط نقدم دي بريسيزيون معنا في المسألة هذه. أول حاجة ساعة هو أنه الوضع الليبي ماهوش وضع يهم كان تونس، كل دول الجوار الساحل والصحراء وصلت معناها الأسلحة والمقاتلين الليبيين والتمويل متاع بعض الفصائل اللي موجودة في ليبيا، وصلت حتى معناها جمهورية أفريقيا الوسطى، معناها يعني هناك معناها وضع جيوسياسي وجيو استراتيجي في القارة الأفريقية وحتى معناها على شواطئ الجنوبية البحر المتوسط اللي ضر من الوضع معناها في ليبيا. هذه المعطى الثاني نحب نأكد عليه هو أنه اللي مر في ليبيا معناها من 2011 إلى يومنا هذايا تجم تعتبره معناها ما هي إلا بدايات إرهاصات للشيء اللي بش يصير في المدة الجاية واللي بش يكون أخطر بكثير جدا، لأنه المعارك اللي شهدناها هي معارك قائمة على أساس قبلي، قائمة على أساس مناطقي، ولكن الشيء اللي بش يصير في ليبيا معناها مباشرة بعد معناها تكوين ما يسمى بمعناها حكومة الوحدة الوطنية ستكون معناها معارك كسر عظم بين كل المجموعات اللي تؤمن بالدولة الليبية وتؤمن بوحدة الرب الليبي وبين معناها المجموعات الإرهابية معناها تاع داعش، واللي اليوم قاعدة تدفق المقاتلين تاعو معناها بالمئات إلى المواني والمطارات الليبية. هل لك أن تخبرنا عن الأوضاع الحالية في ليبيا وانتشار التنظيمات الإرهابية في مواقع من هذا البلد؟ بيه فما معناها مجالين، فما المجال الأول اللي هي معناها الفصائل المسلحة الليبية اللي تتمثل الأذرع المسلحة للقبائل، هذا متصور معناها مش اليوم وقت باش نحكي فيه، ولكن نجم نطرقوا أكثر للمجموعات الإرهابية. وأنا نقول مجموعات إرهابية راني ما نحكيش كان على داعش، مجالس المجاهدين الموجودة في درنة ولا في بنغازي ولا معناها في بعض المدن الأخرى كما صبراتها كلها معناها مجاميع إرهابية وكلها عندها مشكلة مع الدولة التونسية وكلها عندها مشاريع تقويض الأمن في تونس. وبالتالي إذا نحب تكون عندنا خارطة معناها إجمالية للوضع، شو نقوله؟ نقوله اللي المجموعات الإرهابية في ليبيا هي مجموعات ليست بليبية، هي بالأساس مجموعات متكونة من كل الجنسيات اللي بلدانهم فيهم مشاكل. فما مجموعات من بوكو حرام، فما مجموعات معناها من شمال مالي من أزوات، فما مجموعات من منطقة الإنيدي شمال تشاد، فما معناها مجموعات مصرية وفما تونس، إضافة للناس اللي جاي من الخليج ومن اليمن. به اللي هم نحن في تونس هي المجموعات اللي مباشرة عندها مشكلة معناها مع تونس واللي تنجم تمثل خرق أمني بالنسبة لتونس. أول مجموعة هي المجموعة الموجودة في صبراتة وخاصة في منطقة ما يسمى بالبراعم اللي هي أكبر نجم نقوله معناها مركز لتكوين إرهابيين اللي عندهم معناها مشاريع في تونس. هناك مجموعات موجودة في الجبل الغربي يعني جبل نفوسة، ونعرفوا اللي معناها جبل نفوسة فيه اليوم معناها معارك قاعدة تصير بين المجموعات ذات معناها المذهب الأباضي ومجموعات معناها من قريبة من داعش ومن أنصار الشريعة، والمجموعات هذوما يمثلوا خطر مباشر على تونس. علاش؟ لأنه الطبيعة متاع التواصل في مسألته في جبل الغربي وجبل نفوسة مع تونس هي طبيعة جبلية وطبيعة وعرة لأقصى درجة، حتى الستر الترابي لا يمكن أن يكون معناها يمثل معناها حاجز أمني ذو معنى. وبالتالي لازمنا أن ناخذ بعين الاعتبار اللي فما المجموعات الموجودة في صبرات يعني 70 كيلومتر على تونس، هناك مجموعات مش بعيد على نالوت يعني على مرمى حجر من ذيبات معناها ذيبات وزن، وفما مجموعة أخرى ما نحكيوش عليها برشا فهمني، واللي لازمنا معناها في إطار تنسيقنا مع الجزائر معناها بالأساس اللي هي المجموعات الموجودة في غديمس. غديمس هذه جاي في مثلث خطير، مثلث الموت بين تونس والجزائر وليبيا، وفما مجموعات قاعدة رجعت من الأزواد من شمال مالي وتركزت في
المناطق اللي حول غدامس، وهذه منطقة صعبة جدا وعرة جدا، وفيها تداخل كبير بين القبلي والمعناها والإرهابي إلى آخره، وبعيدة يسر على طرقات المراقبة إلى آخره، ومعناها مجبورين أنه توا في تونس تكون عندنا خارطة تفاعلية على الحدود معنا مع ليبيا، فيها المجموعات تاع الشمال، يعني المجموعات موجود فيها جيش القبائل والزوارة، ثم في الجنوب جماعة الزنتان وجبل الغربي جبل نفوسة، ثم المجموعات موجودة في الحمادة الحمراء، واللي إلى حد الآن ما عندناش معطيات معناها محينة باش نجم نقولوا من هي الأطراف اللي تنجم تكون موجودة في المنطقة هذيك، خاصة المنطقة هذه معناها في 40,000 كيلومتر مربع، يعني معناها ربع معناها المساحة بتاع تونس، وما فيهاش حتى معناها قبيلها ولا معناها فمني عرش اللي تنجم تستقيم من عنده المعلومات بطريقة مباشرة وذات مصداقية. نشوفوا اللي توا تونس تعلن في حرب هذا الإرهاب، كيفاش يمكن باش تحمي نفسها من المخاطر الناجمه عن وجود بؤر ارهابيه في ليبيا وفي بلدان اخرى، ولا سيما سوريا والعراق تكون عندنا مقاربه على جبهتين، فما المقاربه على المستوى الداخلي، باش الناس يقولوا راهي معناها داعش مش جاي من ليبيا، داعش معناها موجوده داخلنا من داخل التراب الوطني، فما ناس اخرين يقول لك لا معناها الظاهره الارهابيه ظاهره معولمه وبالتالي تستغل راس المال نتاعها معناها اللي موجود في البلاد وراس المال نتاعها اللي خارج الموجود برا. شيء نجم ناكدوا لك هو انه اليوم ليبيا قاعد تحول الى هاب، يعني معناها منطقه استقطاب لكل المجاميع الارهابيه في المنطقه. حديث سمعناه اليوم الصباح من عند مسؤولين في المنطقة الوسطى، معناها من أصدقائنا في مصراتة، قالوا اليوم اللي فما حتى أنه جماعة داعش بداوا يحضروا فيما يسمى بمنطقة واغادوغو اللي هي موجودة في سرت في الحي الثاني، من أجل استقبال القيادات الداعشية اللي باش تخرج معناها من سوريا ومن العراق وباش تجي للسرت. معناها ما يخفيكش انه فما معناها بلدان في المنطقه كانت تستغل في النفط اللي قاعد يجيها من العراق ومن سوريا، واليوم تاكد لنا انه معناها داعش كانت تتحكم في 200,000 برميل نفط يوميا، يعني اربع مرات قد ما تنتج تونس، فهمتني؟ اليوم اصبح من الصعب انه معناها داعش تستغل النفط معناها مع الوجود معناها نتاع الجيش الروسي في المنطقه، وبالتالي سيتم استبدال النفط نتاع سوريا والعراق بالنفط الليبي. المشكلة الكبيرة شنو هي؟ هو أنه قد يمكن اللعب في الساحة السورية العراقية في مسألة النفط، ولكن لا يمكن اللعب في الساحة الليبية، لأنه النفط الليبي 90% نتاعه ماشي أوروبا، وأوروبا في الوضع اللي موجودة فيه اليوم على مستوى انعدام الاستقلال الطاقي بالنسبة لها، هي ما تنجمش تقبل أنه لا داعش ولا غير داعش ولا حتى أي دولة أخرى في الإقليم تصبح هي اللعب الأساسي. وبالتالي شيء نجم نقوله هو أن ليبيا هناك مشروع لتحويلها إلى قطب من أجل إعادة تجميع قوى داعش والفصائل الإرهابية في المنطقة، هذا معناها استراتيجية موجودة. شيء نجم نعمله نحن هو أنه أولا ساعة على مستوى الدبلوماسية لازم نكون موجودين في ليبيا، إحنا ما عندناش لا السفارة لا معناها وجود قنصل، وهذا معناها خطر. ثاني حاجة هو أنه pour une situation atypique comme Libye لازم تكون عندنا حلول زاده معناها جديده مجدده وتكون خارج على الارثوذكسيه الدبلوماسيه اللي نحن اعتمدناها قبل. لازم تكون فما تمثيل قوي في ليبيا، تكون عنده علاقات كيما عملوا الامريكان، كيما كانت عامله معناها ديبورا جونس، يعني عندنا علاقات دوله بدوله، حتى وان كان نعرفوا اللي ما فماش دوله في ليبيا، ولكن هناك معناها وجود دبلوماسي اوفيسيال، ولكن الى جانب ذلك لازم يكون عندنا علاقات طيبة جدا ومتواصلة مع الفاعلين في الساحة الليبية، واللي هم بالأساس هم القيادات القبلية، هم يسمى برجال المربيع، يعني الناس اللي تاخذ في القرار على المستوى الجهوي، وهذوك ناس مهمين. دكتور علمنا اللي انت كنت في باماكو عشية العملية الإرهابية اللي حدثت في تال غاديسان، كيف عشت هذا الحدث؟ كيف بدت لك الأوضاع في هذا البلد الإفريقي؟ الأوضاع كانت سيئة لأقصى درجة، يعني تفهمش معناها الدولة معناها الفيلر معناها الفيلد ستيت، يعني الدولة الفاشلة إيش معناها، وريناها معناها بأم العين. هذو من الناس ما همش متفهمين حتى على حماية البلاد متاعهم، استدعاوا واستجلبوا التدخل الفرنساوي اللي شنو عمل معناها احتل معناها شمال
شمال مالي، ثم معناها أصبح يتعامل مع الإرهابيين ولا مع المجموعات اللي تدعو للاستقلال الذاتي. وبالتالي معناها تحس اللي إيش معناها الدولة دخلت في اون فاز دو ديليكيسونس، معناها مرحلة معناها متاع اضمحلال. الشيء اللي يخوف هو أنه الدول العظمى ترى بعين الرضا راهو المساله هذه، يعني معناها لو انت ما تنحيش الشوك وحدك معناها من جلدك، معناها حتى حد مش يجي نهار معناها يقف الى جنبك. وبالتالي صحيح معناها التعويل على بعض معناها الاعانات تنجم تجينا من بعض البلدان، التنسيق الامني، التنسيق الاستخباراتي الى اخره، ولكن خلينا نكون واضحين، لا يمكن للمعركه ضد الارهاب ان تنجح اذا ما كانتش بالاساس مساله وطنيه داخليه والناس مؤمنه بها ومجندة روح المسألة هذه. إذا باش نخليه الانقسامات معناها تشق دائما الصف الوطني، راهو الإرهاب باش يلقى معناها فهمني كيفاش باش يطول معناها الوقت متاع وجوده. ضيف لذلك أنه لحد الآن نحن نعتبره تونس في خارج معناها في الحدود متاعها الموجودة، وليبيا في الحدود الموجودة، في حين هكريت أنت معناها الناس اللي تم اختطافهم هو شأن معناها داخلي تونسي، وبالتالي ما نجمش نتحدث على شأن الليبي وكأنه شأن معناه فهمني خاص. وكلمة معناه فهمني هذه أنا لا أتدخل معناه في شؤون الدول الأخرى، فهمني الاعتبارات معناه متاع احترام للسيادة الوطنية، ما عندنا حتى عدة معنا في ليبيا، ما عندكش دولة باش تحترم السيادة متاعها. ضيف لذلك أنه المجموعات الموجودة في ليبيا لا تحترمك كدولة. اليوم ليبيا معناها في نفس الوقت هي مشكلة كبيرة، وفي نفس الوقت نجم تكون معناها هي بوابة حل بالنسبة للعديد المشاكل في تونس. إذا نعرف كيفاش نتعامل مع المسألة الليبية وتكون عنا علاقات صحيحة، ونكونوا إحنا التوانسة نبراس بالنسبة الليبيين من أجل حل مشاكلهم داخليا. لا يمكن حل المشكلة الليبية لا بالأمم المتحدة ولا بالتدخل الخارجي ولا بالتلاعب معناها المخابراتي معناها بالأمن الليبي. لازم يكون الحل ليبي ليبي، وتكون تونس اللي هي معناها فهمني الأخت الشقيقة لليبيا تلعب دور التوافق بين المجموعات هذه. Leaders.